طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق. مجاهدین خلق بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو در عراق حضور دارند و در عراق میهمان محسوب می شوند. آنها پناهنده و غیر مسلح هستند. تنگ کردن محاصره بر روی آنها زیر پا گذاشتن قانون بین المللی است. چهره حقوق بشر عراق در سطح بین المللی بهبود نمییابد. هي جاهزة لاستلام الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية؟ والله الملف الأمني يقدر نقسمه قسمين نبيل، موضوع تهديدات دول الجوار والمسألة الثانية تتعلق بالأمن الداخلي. نعم. أنا أعتقد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دربت ربما ما في كفاية للتصدي لظاهرة الإرهاب والعنف في الداخل. الوضع في الخارج هذه القوات غير قادرة حقيقة على الدفاع عن مصالح العراق، لكن حسب توصيف القائد العام للقوات المسلحة أنه هو شخصيا بناء على تقارير الأمنية التي وصلته لا يتوقع أن العراق سوف يتعرض إلى أي نوع من أنواع التهديد من جانب الدول المجاورة. إذا كان هذا الموقف صحيح فبها ونعمة، وإذا لا فالعراق حقيقة وسيادة العراق سوف تكون رهن هذه التوقعات التي قد تحصل وقد لا تحصل. لدينا مشكلة كبيرة في الدفاع عن مصالح العراق، والدليل على ذلك اليوم لا أتكلم عن عدم وجود قوة جوية، لا أتكلم عن وجود قوة بحرية كافية. شلون برأيك ممكن أن نتصرف في البكك؟ العراق ليس طرفا أولا، هذه مشكلة تركيا داخلية، لكن على العراق مسؤولية معينة. إحنا لا ينبغي أن نسمح لأي فصيل لأي مجموعة تستخدم أراضي العراق للعدوان على أي دولة مجاورة. وهذا الكلام ينطبق على مجاهدي خلق، لأن البعض يقول أن مجاهدي خلق مجاهدي لا مجاهدي خلق ليست قوة مسلحة تم تجريدهم من كافة أسلحتهم. اليوم موجودين وفق نص المادة 4 أو قانون رقم 4 لمعاهدة جنيف، موجودين بناء على اتفاق دولي، غير مسلحين، موجودين اعتبرهم ضيوف في العراق. نعم هناك مشكلة بين العراق وبين إيران بصدد وجود هؤلاء باعتبار أنهم معارضين، لكن من 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 حق إيران على العراق أن تمنع قيام أي عمليات مسلحة تنطلق من معسكر شرف في أشرف في 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 ديالة، والعراق الآن يؤدي هذا الواجب. أما أن يضيق الحصار على هؤلاء واليوم هم لاجئين وهم مدنيين، أنا أعتقد هذا تجاوزا للقانون الدولي، وسوف لن يحصل لن يكون لن يحسن سمعة العراق الدولية في ملف حقوق